يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حضرتها الولادة ولم تخبر أحدا من النساء خجلا، فتحاملت على نفسها فتوفي الجنين بسبب تحاملها، فهل يلزمها كفارة يمين؟ يمين؟ نعم كتب كذا. إذا تحقق أن الجنين مات بسبب تحاملها فيكون عليها كفارة، كفارة القتل، ما هي كفارة يمين، كفارة قتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين إن قدرت على العتق تعتق، وإن لم تقدر فإنها تصوم شهرين متتابعين كما في الآية الكريمة. نعم. وأخشى في هذا السؤال الذي سألت عنه هذه المرأة أنها إذا كان تحاملت تقصد قتله فهذا قتل عمد، هذا قتل عمد، والعمد ليس فيه كفارة إنما فيه التوبة إلى الله عز وجل. وأما إذا كانت ما قصدت قتله فإن هذا من قتل الخطأ فيكون فيه الكفارة التي سمعتم. نعم.